السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي راح نتابعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. الهيئة العليا لمكافحة الفساد بهذا العنوان الصريح والواضح: حكومة الخدمات شكلت فريق متكامل لملاحقة الفاسدين والعابثين بالمال العام، وذلك طبقا للمنهاج الوزاري اللي قدمتها هذه الحكومة قبل منحها الثقة. لذلك اليوم تتجه إلى تنفيذ ما جاء بهذا المنهاج والبرنامج الحكومي، حيث أصبحت من الضروريات الملحة معالجة هذا الملف، وإلا فبقاء على ما هو عليه يعني التستر على الفاسدين، بالتالي كما وصفه السوداني جائحة الفساد تنهش كل مفاصل الدولة بكل هدوء ودون رقابة أو محاسبة، والفاسدون يتجولون بل ويتحكمون بالمال العام لخزينة الدولة، وهذا ما يهدم كل ما يأتي تحت سمة الإصلاح أو بناء الدولة. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فعلى ما يبدو أن العجلات العسكرية العراقية لم تتوقف عن ملاحقة زمر تنظيم داعش الإرهابي منذ التحرير وحتى اليوم، فقد شهدت مناطق الموصل وغربيها اليوم الخميس انطلاق عمليات وقائية لتطهير مساحات شاسعة من الأراضي. حققت هاي العمليات النوعية ومنذ ساعات صفرها نتائج باهرة معتمدة على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة. طبعا المناطق المشمولة بهذه العملية تعتبر من الناحية الاستراتيجية مهمة جدا، فهي على مقربة من الحدود العراقية السورية اللي تحتاج إلى عملية ضبط ومنع تسلل لإيقاف ارتدادات رخو هذه المناطق الفاصلة على الداخل العراقي. هذين ملفين مشاهدينا الأحبة راح نتابعهم ملفات حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. طبعا بعد ما أخذت الحكومة وقتها بطرح القرارات باقتلاع جذور الفساد، اليوم أجى الدور الفعلي والحقيقي لتمثيل هاي الأقاويل والقرارات على أرض الواقع، وهذا ما حدث فعلا، حيث اللجنة العليا المختصة بمكافحة الفساد راح تباشر عملها لملاحقة المتسببين بهدر المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. خلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمالي. إجراءات استثنائية وغير تقليدية، السوداني يتوج محاربة ملف الفساد بتشكيل هيئة عليا لمكافحة هذه الجائحة التي اجتاحت مفاصل الدولة. فبعزم وجدية أوكل رئيس مجلس الوزراء هذه المهمة الصعبة لشركات دولية كبرى تم التعاقد معها لتدقيق الضمانات الضريبية. أما هذه الإجراءات المتسارعة بتشكيل اللجان الرقابية والهيئة العليا جاءت لتسريع عملية مواجهة الفساد قبل فوات الأوان بنخر جسد الدولة وخرابها بملفات الفساد المتراكمة دون التستر عليها. نتمنى من خلال زيارة السيد السوداني إلى هيئة النزاهة وأكد على ملفات الفساد أن يتم معالجتها بشكل سريع وكشف المتورطين بهذه الملفات مهما كانت صفاتهم وعناوينهم في الحكومات السابقة. قضية الفساد وقضية محاربة الفساد، الكثير من الحكومات اللي سبقت حكومة السوداني وعدت بأنها سوف تقضي على الفساد، حاسب الفاسدين، ولكن دون جدوى. كشعب الآن نتأمل، فقط تأمل، أن هناك خطوة حقيقية بهذا الاتجاه صادر ليتأكد أن هناك حملة للقضاء على الفساد. هذا ما يخلي عندنا فد أمل، ولو بصيص أمل، أنه القادم أفضل. فضراوة الحرب ضد الفساد ومرتكبيه تشتد يوما بعد آخر، لكن هذه الشدة توصلنا إلى كشف الحقائق وفرض النزاهة بجميع القطاعات الحكومية لئلا تكون الخسارة مصيرية، وبالتالي الفشل بمكافحة الفساد يعني إيقاف مهمة تقديم الخدمات والمشاريع الاستثمارية أمام نمو حيتان الفساد واستحواذها على خزينة الدولة المالية. لكن يبدو أن الحكومة جادة بوضع الخطوط الحمر أمام كل من تسول له نفسه بخراب هذه المشاريع وهدمها. يتطلب أن يكون هنالك موقف وآلية محددة من قبل الحكومة الحالية بالتعاون مع السلطة القضائية والتشريعية. أعتقد هنالك ملفات فساد كبيرة جدا، لكن يتطلب أن يكون هنالك إجراءات قضائية، وبالتالي لابد من تصفير كل هذه الملفات وتدقيقا من قبل
هيئة النزاهة أو النزاهة النيابية، بل حتى ديوان الرقابة المالية لابد أن يكون له دور كبير جدا في هذه الأموال. أما تعدد عناوين ومناصب الفاسدين ليس ذريعة لعدم محاسبتهم والمقصرين إزاء ذلك، فالتعويل على ذوي الاختصاص والجهات المعنية بمراقبة هذا الملف هو محور ملاحقة الفاسدين دون الركون إلى المحاباة أو غض الطرف، حيث أولت الحكومة الاهتمام الكبير بأقصى ما تمكن لإكمال هذا الملف على غرار محاسبة الذين تثبت عليهم تهم الفساد بالأدلة الموثقة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدينا الأحباب، بهذا الملف أرحب بضيفي الكريم الدكتور هيثم الخزعلي، عضو مركز الهدف للتحليل السياسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ هيثم، وكذلك أرحب بالأستاذ دكتور محمد العقيلي المحلل السياسي. أبدأ مع حضرتك دكتور هيثم، نتحدث عن آليات مكافحة الفساد، يعني حكومات متعاقبة اشتغلت على هذا الموضوع، ولكن بالنتيجة حتى ديوان الرقابة المالية ما عندنا حسابات ختامية، إذا ما تحدثنا عن المراقبة البعدية، حسابات ختامية لثمان تسع سنوات ما عندنا لحد الآن. اليوم أكو خطوات بدينا نلمسها، أنه لازم نعرف حجم الأموال اللي حدث فيها الفساد والهدر، ما عندنا إحصائية. آليات جديدة لمكافحة هذا الفساد كيف تنظر إليها بالمجمل؟ ابتداء أرحب بكم وبضيفكم الكريم، جمهوركم الكريم. الحقيقة أنه في هذه المرحلة من حكومة السيد السوداني هناك تغيير في آليات المستخدمة لتدقيق وملاحقة وفتح ملفات الفساد واستغلال الأموال العراقية. ابتداء عن موضوع الحسابات الختامية والاستعانة بشركات تدقيق خارجية من أجل ضبط الحسابات في بعض هذه الملفات، لأن ما لا يمكن حسابه لا يمكن إدارته. نعم. حتى وزارة المالية، نعم في بعض السنوات لدينا بسبب دخول تنظيم داعش الإرهابي لبعض المحافظات لا توجد بيانات أولية لهذه المحافظات، وكان من المقترح أن يقدر رقم واقع حال ويوضع في الموازنة، ولكن باقي الوزارات يوجد هناك ميزان مراجعة شهري يقدم إلى وزارة المالية بالإمكان ضبط حركة الأموال، وعبر هذه الميزان المراجعة وجمع الحسابات الختامية التي هي أمر ضروري من أجل يعني فتح حساب للسنة القادمة، حساب أساس، وبالتالي عدم معرفة الحساب السابق لن يمكننا من معرفة أين حدثت مواقع الهدر، أين كان هناك فساد، أين كان هناك إسراف وأرقام غير معقولة في عملية الإنفاق. إذن أولاً لابد أن نبدأ بضبط الحساب، وأعتقد أن التعاقد مع شركات تدقيق أجنبية آلية معروفة ومتبعة سابقاً في العراق حتى في الأنظمة السابقة. نعم. طيب. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية موضوع تشكيل هيئة نزاهة، هيئة عليا لمكافحة الفساد. الهيئة العليا لمكافحة الفساد ما يختلف بها هو اختلاف الشخوص والأدوات المستخدمة في هذه الهيئة. شلون تختلف الشخوص؟ يعني أول هيثم، يعني احنا عندنا كان في حكومة الكاظمي صلاحيات لوكيل وزارة الداخلية، وكانت هنالك بعض الإخفاقات التي سجلت على الحكومة، وكانت هنالك بالمقابل أيضا بعض نقاط إيجابية تم إنجازها من خلال هذه اللجنة. اليوم هذه اللجنة على هذا الغرار غرار مختلف. لا أعتقد أن هذه المرة الأمر مختلف. طبعا القاضي حيدر حنون مشهود له بالنزاهة وبسبب مواقفه من ملفات الفساد، ربما حتى تعرض للاغتيال مرة أو مرتين، وهدد وعائلته قبل أن يتولى هذا المنصب، وتسنم هو القضاء في المناطق الجنوبية وفي محكمة استئناف ميسان، ثم تقلد هذا المنصب. أعتقد اختياره في موضوع رئيس هيئة مكافحة الفساد هو كان اختيار صعب، إضافة إلى أنه يساعده رئيس شعبة التحقيقات ورئيس شعبة الاسترداد في هيئة النزاهة، لأن السيد السوداني لديه فلسفة بأنه لا يكفي أن نقوم بمكافحة الفساد أو معاقبة الفاسدين ما لم يتم استرداد الأموال، لن تكون هناك جدوى من مكافحة الفساد. نعم. الأموال المهربة خارج العراق تقدر ب 360 مليار دولار،
هذه الأموال بعضها في دول أوروبية وبعضها في أمريكا وبعضها في دول عربية، كما أن الأشخاص المتورطين بهذه الأموال أيضا موجودين في دول مختلفة. وأعتقد أن السيد رئيس الوزراء أشار إلى أن العراق مرتبط باتفاقيات لمكافحة الفساد. طيب. وتوجد لجنة عربية لمكافحة الفساد. طيب اسمح لي استاذ هيثم، خلي اذهب الى السيد النائب ثائر مخيف نائب عن ائتلاف دولة القانون، ينضم معي عبر الهاتف، حياك الله سيادة النائب. يتحدث الدكتور هيثم الخزعلي عن اللجنة العليا لمكافحة الفساد. طيب الأجهزة الرقابية المختصة بهذا الشأن، تحدثنا عن ديوان الرقابة، هيئة النزاهة، اللجنة هذه ومهامها، وبالإضافة إلى الدور النيابي، دور البرلمان، سواء دور العام بالرقابة أو بلجنة النزاهة البرلمانية، ما مدى فاعليتها في هذه المرحلة مع توجهات الحكومة في مكافحة الفساد؟ تحية لك ولكل متابعيك الكرام، أهلا وسهلا بك في هذا المساء. أخي الكريم، يعني يقال الحاجة أم الاختراع، وبالتالي يعني عندما يكون يعني ملفات الفساد التي انهكت العراق ونهشت جسد العراق بامتياز في الحقب الزمنيه الماضيه، ولا زال هناك يعني مفاصل الفساد في كل اركان الدوله العراقيه. لذلك يعني الكابينه الجديده برئاسه السيد محمد السوداني، طبعا احنا بعد ان سمعنا ما تلاه في برنامجه الحكومي في قبه البرلمان، كنا يعني مراقبين اشداء على هذا الاداء، وكان الاداء يعني لحد هذه اللحظه وهي ايام قليله لا تتعدى 20 يوم، كان اداء يتماشى مع خطابه الذي أوعد به أمام قبة البرلمان. والشيء المهم هو في حكومته السيد السوداني هو موضوع ملف الفساد الكبير الذي سميتموه أنتم الإعلاميون بسرقة القرن. وانا اعتقد يعني انتم يعني كان خطابكم بهذه التسميه لربما ستلجؤون الى ماذا تسمون اذا كانت هناك سرقه اكبر من سرقه القرن، سرقه القرون. فهذا في دائره معينه كانت لا يعني يشار لها بالبنان ان تكون بهذه الاموال، وكانت الصفقه المليارات من الدولارات في هذه الدائرة. طيب. كيف أن تكون هناك دوائر يعني تعنى بالميزانية، تعنى بالمالية، تعنى بأعمال ربما تكون على عاتقها مخصص لها أموال كبيرة. طيب. لذلك يعني هذه الدائرة التي استحدثت وهي مكافحة الفساد، هذا خيارات اعتقد طبعا بالنسبه الى موضوع مجلس النواب ما هو الا جهه رقابيه يثير الى المراقبه، وعندما يجد هناك خلل في هذه المنظومات عليه ان يوصي يرفع توصياته الى لجنه متخصصه وهي لجنه النزاهه في مجلس النواب، ولجنة النزاهة تعطي هذه الأمور أو تسلط الضوء للجهات القضائية في الدولة. طيب. أما اسمح لي سيادة النائب، خليني أقاطعك إذا تسمح، وأذهب إلى الدكتور محمد العقيلي المحلل السياسي. أستاذ محمد، نتحدث اليوم عن هذه الآلية لمكافحة الفساد، عندنا ثلاث مراحل. مرحلة أنه ندور بالفساد اللي حدث في السنوات الماضية ونشوف من المتهم وش قد المسروق من اموال الدوله العراقيه، ومرحله نتابع ما تم صرفه الان والمشاريع المتلكئه، ومرحله عندنا موازنه موعودين بها وراح يصير بها صرف لاموال كبيره ايضا نخاف لان تذهب الى جيوب الفاسدين. شلون راح يوازن السيد السوداني وحكومه الاطار التنسيقي بين هذه الملفات وتوصلنا الى
مستوى يقدم الخدمات للمواطنين. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد على هذه المقابلة، وتحياتي إلى الضيفين الكريمين وإلى جمهور قناتكم الموقرة. يعني قد أختلف معك بهذا السؤال، هذا السؤال يذهب باتجاه التفاصيل، والتفاصيل دائما لن تؤتي أكلها عندما لم تكن هناك خطط. الفساد يحتاج يعني إلى رؤية المسؤول عن مكافحة الفساد، مثلا رؤية رئيس الحكومة حيال الفساد وطرق مكافحته، هذا واحد. ثانيا يحتاج إلى أن تكون هناك هياكل لمؤسسات متعاونة ومتعاضدة وبينها قواسم مشتركة. ثالثا يحتاج إلى تشريعات جديدة بحيث أن تسعف يعني هذه المؤسسات والآليات، ومن ثم نأتي إلى التفاصيل. بالخط العام يفترض أن تكون هناك يعني تناغم كبير ما بين المؤسسات الرئيسية، وهي الجهة الرقابية هي مجلس النواب، والجهة القضائية مجلس القضاء الأعلى، وكذلك الجهة التنفيذية الحكومة. الحكومة الآن قد تختلف في رؤيتها وفي برنامجها ومنهجيتها وجديتها حيال مكافحة الفساد والطريقة التي من الممكن أن تفضي إلى إيقاف الفساد ومن ثم مكافحة الذهاب إلى التفاصيل. السيد السوداني يبدو من مؤشرات عمله وتحركاته بأنه لديه رؤية تختلف عن الرؤى السابقة حيال مكافحة الفساد، نعم. هذا واحد، ولديه جدية عالية، بأن هذه الجدية تجسدت وتجلت بأنه اختار الأشخاص في مؤسسات سبق وأن لم تنتج هذه المؤسسات ما يعني ما نصبوا إليه وما يريده الشعب العراقي وتريده الأطراف الوطنية بالكشف لهذه ملفات الفساد التي أنهكت يعني جسد الدولة وأكلت من يعني مصدر قوة الشعب العراقي. بالتالي هو خلق مرتكزات للقوة بحيث أتى بهيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون وأنا أعرفه شخصيا من محافظة ميسان، هو لديه جدية عالية وفي القضايا القانونية ولن يهادن ولن يعني يجامل في الكثير من القضايا القانونية، وفي محافظة ميسان، ومحافظة ميسان فيها مشاكل كبيرة لأنها منطقة حدودية ومعرضة إلى تهريب المخدرات والمنازعات يعني العشائرية وغيرها. ثانيا أتى بشخصية أخرى سبق لتأريخها مشهود لها في العمل الأمني الدقيق، وهو السيد أبو علي البصري، عندما وضعه على هيئة هي الذراع التنفيذي لمكافحة الفساد، أي أن الفساد ليست فقط تنظير وإنما ملفات ومعلومات أمنية استخبارية لابد أن تذهب باتجاه التعقب والتتبع إلى الأشخاص والكتل النقدية التي خرجت عن طريق الفساد. القضية الأخرى هي الآن كيف نربط بين هذه المؤسسات، يعني الآن الأجواء باعتقادي هي مهيئة كثيرا أمام السيد محمد الشيع السوداني. على سبيل المثال الجانب القضائي لديه الجدية الكبيرة، ولمسنا من الجانب القضائي في يعني سرقة ما سميت سرقة القرن، بأن الجانب القضائي أصدر مذكرات قبض بحق من اشتبه بهم بأنهم مشتركين في هذا في هذه السرقة، سرقة يعني الأموال الضريبية للشركات النفطية. قبل الحكومة وقبل البرلمان تحرك القضاء سريعا. ثانيا جمد الأرصدة، جمد الأموال المنقولة وغير المنقولة، منع السفر، هذه كلها إجراءات لربما القضاء الآن هو في أفضل حالاته من الحالات السابقة، أي يكون أفضل يعني ظهير إلى الإجراءات الحكومية في حال اكتشاف المساحات والمداخل والمخرجات إلى الفساد. أعتقد ومن خلال حركة السيد السوداني ورؤيته وجديته بمكافحة الفساد سوف يضع يده على مكامن خطرة إلى الفساد لربما تفوق ما تسمى بسرقة القرن بأضعاف مضاعفة. فبالتالي هذه المنهجية لمكافحة الفساد، أي عمل مؤسساتي وأشخاص محترفين في العمل وجديتهم في العمل، ولن يعني تكون لديهم المجاملة والمهادنة للملفات التي سبق وأن عملوا فيها سواء كان السيد حيدر حنون أو السيد أبو علي البصري أو باقي الجهات الرقابية. الآن تبقى هناك الأذرع التنفيذية، مثلا ديوان الرقابة المالية بحلته الحالية بتشكيلته الحالية باعتقادي هو لن يتمكن من المراقبة الدقيقة بشقين، الجانب المالي والجانب الأداء الوظيفي. لابد
أن تكون لهذه المؤسسة رؤية من قبل السيد محمد الشياع السوداني أن يقسم ديوان الرقابة المالية إلى شقين. الشق الأول أن يدقق في الأموال وحركة الأموال في مؤسسات الدولة، وهذا يفضي إلى الحسابات الختامية التي فيها مشكلات كبيرة وعظيمة في السنوات السابقة. لابد أن يدقق حتى السنوات السابقة بالحسابات الختامية. هنا نأتي إلى التفاصيل إلى سؤالك أستاذ أحمد. فبالتالي طريقة الموازنة بإعدادها وصرف الموازنة والحسابات الختامية لابد أن تدقق لكل السنوات. الحقوق لن يعني تنتهي بتقادم الزمن. الحقوق هي حقوق شعب، حقوق بلد، حقوق مؤسسات. أنا أعتقد يعني كمعرفتي بالسيد السوداني شخصيا لديه الجدية ولديه الإمكانية والقدرة ولديه الفقه الإداري الذي يمكنه من تحصين نفسه وتحصين فريقه، ومن ثم تكون هناك الوثبة على مكامن الفساد الحقيقية. نعم أستاذ هيثم، الدخول إلى عش الدبابير، بالتالي هذه الآلية لما استحصلت جانب تنفيذي وذراع تنفيذي مهم مثل ما أشار الدكتور العقيلي، هنا راح نشوف الحكومة راح تكون قادرة على تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي، راح تكون تقدم نموذج مغاير لما تم تقديمه سابقا، خصوصا بهذه اللجنة العليا لمكافحة الفساد. نتذكر احنا سابقا كانت هنالك حتى المدعي العام لربما ما أخذ دوره بالشكل الصحيح، على مستوى نائب يطلع لك بالإعلام ويقول احنا سرقنا هالقد وهالقد وهالقد، ما تصير أمام تجاه أي تحركات باعتبار أن القضاء يمشي على الأدلة وما يأخذ الإعلام كدليل. بالتالي اليوم لما يكون هنالك تشخيص وتنفيذ من هذه الهيئة العليا راح تكون مسارات مغايرة؟ طبعا أعتقد أنه المسار سوف يكون مغاير بشكل مختلف تماما بسبب وجود الهيئة العليا لمكافحة الفساد ووجود الفريق الساند، وعلى رأسي شخصية مثل شخصية الأستاذ عبد الكريم عبد فاضل، وهناك تنسيق بين الحكومة وبين الدول المرتبطة باتفاقيات مكافحة الفساد من أجل استرداد الأموال واسترداد الأشخاص المطلوبين. وأعتقد قبل فترة قليلة تم إعداد مذكرات واتخاذ إجراءات لاسترداد بعض المطلوبين في قضية تأمينات الضرائب وعملية استردادهم من خارج العراق، وسوف يتم التنسيق مع الانتربول لاستعادة هؤلاء. بالتالي هناك خطوات سريعة وجريئة ودقيقة في موضوع مكافحة الفساد. أعتقد أن ما جعل الفساد يستشري هو عدم وجود معاقبة وعدم وجود محاسبة وعدم وجود مراقبة أصلا بالفترات السابقة، أو كان الفساد مغطى بتغطية سياسية كما شاهدنا بعض الصفقات التي قام بها رجال مخابرات أو سياسيون مرتبطون بالحكومة السابقة ومستشارين مرتبطون بالحكومة السابقة. بالنهاية هذه المرة لا يوجد هناك غطاء للفساد. السيد السوداني مدعوم دوليا، مدعوم محليا، مدعوم من داخل العراق ومن داخل الكتل السياسية التي تدرك بأن أي عملية تنمية أو إصلاح أو نهوض بالوضع الاقتصادي للبلد يتطلب أولا مكافحة الفساد قبل الشروع بهذا المشروع، لأن أي مشروع ممكن أن يفشله الفساد. نعم. طيب سيادة النائب، نتحدث أستاذ ثار عن هذه اللجنة. بصراحة أن الفساد غالبا ما يكون محمي من جهات متنفذة في الدولة، بالتالي نصل إلى مرحلة مرحلتين بالثالثة يجوز نصطدم بمصدات ما نقدر نكمل هاي الملفات. اليوم هذه اللجنة بقيادة شخصية مثل ما أوضحوا الضيوف الكرام شخصية مهمة في هذا الجانب، نستطيع نقول أنه راح يتم تنفيذ هذه الملفات وكسر تابوات هذه المساند التي يتكئ عليها الفساد؟ بالحقيقة أنا أتفق مع محدثك وضيفك الكريم، هذه المنظومات الآن يجب أن تكون يعني منظومات متكاملة، الواحدة تعطي معلومات إلى الحلقة الأخرى ومن ثم تصل إلى القضاء، وإن شاء الله يكون القضاء العراقي قضاء عادلا. وأنا أتوافق مع يعني كلامك، كانت الخطورة في حقب زمنية الماضية والتي أودت بالعراق أن يصل إلى هذا الحال والحديث
المؤسف عن هذه الصفقات الفساد المريبة. كان المراقبون هم من يطفئوا يعني مع الاعتذار للأشخاص الذين تكون يعني أداءهم أداء جيد أداء من انتخبهم، لكن كانوا هناك من التشريع والمراقبين يعني ويعني مجلس النواب هناك كان من يطفئ الضوء لمن يسرق. هذا نعم موجود، فنحن نأمل أن ما تكون الحكومة بمستوى الأداء الجيد الآن ونأمل أن يستمر السيد السوداني. هذا تكامل بين التشريع وبين المراقبة وبين الحكومة وأداء الحكومة الآن الذي أثلج قلوب كل العراقيين بضربه لمفاصل الفساد التي استشرت في العراق. نعم إنها آفة تنهش في أجسادنا ولا زالت. ضرب هذه المفاصل أنا أراها من الواجب كل العراقيين أن يصفقوا لمن يضرب هذه المفاصل، ونحن كمراقبين سنكون مراقبين أشداء على الأداء الحكومي وكذلك على أنفسنا أن نكون في مستوى المسؤولية التي أنيطت لمجلس النواب، لأن أعتقد أن هذه الحقبة الزمنية اختلفت. إن شاء الله سيكون هناك يعني تكافؤ بين طموح ما البرنامج السياسي وكذلك التشريع والرقابة. نعم أشكرك شكرا جزيلا السيد النائب ثارم خيف نائب عن ائتلاف دولة القانون، حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمام حضرتك. تتفضلون بقاء معي ضيوف الكرام كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحباء. مع إعلان قيادة العمليات المشتركة عن انطلاق المرحلة الأولى من عمليات الإرادة الصلبة بنسختها الثامنة، فإن مؤشرات الأهمية يحددها خبراء الأمن كونها راح تقوض نشاط الجماعات الإرهابية وتدمر أوكارها، فضلا عنها تأتي بعمليات مماثلة في عدة مناطق أخرى. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحباء لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلنا علي. لملاحقة بقايا تنظيم داعش في مناطق جنوب وشرق الموصل وغربها، انطلقت المرحلة الأولى من عملية الإرادة الصلبة الثامنة التي أسهمت مراحلها السابقة في تنفيذ عمليات استباقية وقلصت من تكرار الهجمات المسلحة التي تنفذها الخلايا النائمة على المدنيين في القرى والقطاعات العسكرية، متخذة من التسلل والمضافات والمتغيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد طرق انتشار وتمدد لمفارزها الإجرامية. سرعة الاستجابة للأوامر العسكرية أنا باعتقادي هي من أهم الأولويات التي ينبغي التركيز عليها في المرحلة القادمة، على اعتبار بأن هنالك يعني نوع من التحديات الدولية والإقليمية التي تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الواقع السياسي الذي يستغله تنظيم داعش للحصول على ثغرة يستطيع النفاذ من خلالها لتنفيذ يعني أعماله الإرهابية. هذه العمليات الخاطفة تحت تخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة ومتابعة ميدانية من قيادة القوات البرية، وشارك فيها الحشد بستة محاور وتعتمد بشكل رئيسي على العنصر الأهم وهو الجهد الاستخباري في تحديد مواقع هذه العصابات الإرهابية، والتي في الغالب تكون على شكل مضافات تتخذ من المناطق النائية وذات التضاريس الوعرة مخبأ لها. استطاع العراق أن يصطاد ويقتل كثير من قيادات ميدان تنظيم داعش الإرهابي. نعم قد تكون هذه الملاحظة ليست فقط في العراق، وإنما هذا مؤشر من قبل دوائر الاستخبارات في البنتاغون وأيضا الأمم المتحدة من هذا النشاط قد بدأ في الأرض السورية وارتد على الأراضي العراقية، وبالتالي نحتاج إلى عملية أولا تحصين الحدود العراقية السورية وزيادة حجم التعاون بين العراق وسوريا وتفعيل غرفة المعلومات الرباعية. وتضم هذه المرحلة من العملية المناطق غير المشغولة والتي تقع في الحدود الفاصلة بين القطاعات المسؤولة لقيادة عمليات نينوى وغربها ذات الاهتمام المشترك،
والتي تطارد فيها القوات العراقية بقايا هذا التنظيم الإرهابي، والذي يعمل بنظام الأفراد إلى المجموعات بما يتيح له حرية التحرك. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجد الترحاب بضيف الكريمين الأستاذ هيثم الخزعلي والدكتور محمد الأقيري. دكتور محمد، يعني غالبا ما تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه يستغلون الظروف، سواء كانت ظروف بيئية من أمطار أو ضباب أو غيرها، أو حتى لو ظروف سياسية. هسه قبل أن نروح للجانب الأمني، خلينا نحكي على الاستقرار السياسي اللي حدث في العراق منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها. وهذا الاستقرار السياسي ينعكس عامل ضعف على داعش، عامل قوة على القوات الأمنية، كيف تنظر إلى انعكاسات الجانب السياسي؟ شكرا جزيلا مرة أخرى. يعني قطعا تنظيمات داعش الإرهابية يعني تتصيد الظروف يعني التي يمر بها البلاد، سواء كان على مستوى التظاهرات التي تربك يعني عمل وأداء المؤسسات الأمنية والمدنية، وكذلك يعني العمل السياسي الذي يتأخر عن استحقاقاته، وتكون هناك خلافات بين المكونات السياسية مع بعضها البعض، وبين المكون الواحد بين مكونات سياسية هناك يعني اختلافات وخلافات. فبالتالي هو يستغل هذه الثغرات، وهذه الثغرات لربما تؤدي إلى أن تكون هناك عمليات من قبل هذه التنظيمات من خلال المضافات التي تتحرك يعني بين المناطق الوعرة. يعني أعتقد الآن دعنا نتفق على أن تنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم داعش بشكل أساس هو لن يعد يشكل خطرا استراتيجيا على البلد، وحتى المؤسسات العراقية الأمنية في استراتيجياتها لم تعد أولوية إلى يعني تعطي أولوية إلى الجماعات الإرهابية، كون خطرها هو خطر تكتيكي، أي خطر ضرب هنا وضرب هناك، ويعني حتى ضرباتها لم تكن ضربات نوعية كما كانت في السابق. فبالتالي أنا مع الجهد يعني الذي يذهب باتجاه يعني أن تكون العمليات الوقائية وفق معلومات مستنقات استخبارية بجهد عالي، لكن أختلف مع هذا الجهد الكمي للقطاعات العسكرية التي يعني فيها هدر كبير للطاقات، نعم، للموارد البشرية العسكرية والأمنية، وكذلك هدر كبير إلى المستلزمات للعجلات ويعني العجلات العسكريه والوقود واستنزاف، هذه تسمى حرب استنزاف. الافضل لقياده العمليات المشتركه ان تذهب بالجهد الوقائي الذي مبني على المعلومه الاستخباريه وبضربات نوعيه من خلال الطائرات المسيره. الطائرات المسيره التي توفر الجهد وتوفر الوقت وتقلل في خسائر الارواح عندما تداهم هذه الاوكار الإرهابية لداعش، سواء كان على مستوى في جبال مكحول أو في الطرق النيسمية التي يستغلها تنظيم داعش، أو المناطق الوعرة أو المناطق البساتين حول بغداد ومنها الطارمية. أعتقد هذه الضربات من خلال يعني ليس فقط في يعني من خلال طيران الجيش أو القوة الجوية، بل أن الطائرات المسيرة من الممكن أن تعوض أولا يعني جهد المراقبة وجهد التتبع وجهد التعقب لهذه التنظيمات الإرهابية من خلال الطائرات المسيرة التي لديها كاميرات وفيها ليزر، تعمل بالليزر هذه الكاميرات والكاميرات الحرارية التي تعطي دقة المعلومة عن تحركات هذه الجماعات الإرهابية، هذا واحد. ثانيا الطائرات المسيرة المقاتلة التي من الممكن أن توفر بحمولاتها بصواريخها ضربات صاروخية توفر على القطعات الأرضية التي تتحرك باتجاه المضافات وأوكار داعش. وهناك طائرات مسيرة أخرى تسمى الطائرات الانتحارية
التي فيها مواصفات طيب. خاصة وبعد خاص أن تذهب باتجاه المنطقة التي يعني تكون بعيدة عن المراقبة وبعيدة عن التشخيص الدقيق طيب. الاستخباري. اسمح للدكتور. وبالتالي هذا الجهد يوفر على الآلة العسكرية العراقية نعم. بالتعقب لهذه التنظيمات طيب. وضرب هذه التنظيمات. دكتور هيثم، يعني حضرتك خبير أمني، لما نتحدث عن طبيعة هذه المواقع واستخدام الطائرات المسيرة مثل ما أشار الدكتور العقيلي، هذا جانب باعتبار أن المناطق هذه مناطق وعرة، وإذا ما أضفنا إلها أنها تجري على مقربة من الحدود العراقية السورية، والعامل الثالث كذلك نضيفه أن هذه العمليات أتت بعد أيام قليلة من عمليات حدثت في ديالى وصلاح الدين ومناطق حوض حمرين، وتم قتل فيها العديد من عصابات داعش. كيف تنظر إلى هذه المناخات؟ طبعا الحقيقة أنه هذه العمليات تأتي للقضاء على الخلايا النامة لتنظيم داعش، والذين هم غالبا يتساقبون من الحدود العراقية السورية ويتساقبون في مناطق وعرة عبر احتلال حمرين، يقطعون الأراضي من غرب العراق إلى شرقه حتى يصلوا إلى منطقة مطيبيجة، ومن هذه المنطقة يتم التوزيع على محافظات كركوك وصلاح الدين وديالة. وبالتالي هذه المنطقة بقيت منطقة متوترة، هذه المجموعات تنتقل بمفارز وهي من جنوب غرب الموصل حتى مناطق محاذية لديالة تتسلل عبر هذه التلال. ما جرى في هذه العمليات هو إحكام السيطرة على الحدود العراقية السورية، استخدام الكاميرات الحرارية واستخدام طيران الجيش و وجود القطعات العسكرية بمختلف أنواعها وقيامها بعمليات نوعية في هذه المناطق، قتلت عبر هذه العمليات العديد من تنظيم داعش واستحوذت على العديد من الأسلحة وفككت الكثير من المضافات. وبالأمس كانت هناك أيضا عملية في وادي الشاي في كركوك، وكانت الظروف الجوية صعبة واستطاعت القوات البغية أن تتمكن من القتال بشكل جيد وقتلت العديد من الإرهابيين. واليوم أيضا عملياتهم في جنوب وجنوب شرق الموصل وفي محافظة الأنبار، وقتل العديد من قيادات التنظيم والاستحواذ على أسلحة والاستحواذ على مضافات كانت تأوي هذا التنظيم. الحقيقة مبرر وجود عدد كبير من القوات هو سعة المساحات التي تغطيها هذه العمليات، فشاهدناها تنتقل من ديالة وكركوك ومناطق شرق العراق وعبر بعض المناطق المحاذية لتلال حمرين والذئاب باتجاه محافظة الأنبار وغرب وجنوب شرق الموصل. هذه مساحة واسعة، أحيانا توجد معوقات في استخدام الطائرات المسيرة، أما عدم وجود أعداد كافية وجود ظروف جوية قد لا تخدم. في هذه العمليات تم استخدام طيران الجيش وتم استخدام الكاميرات الحرارية بالإضافة إلى التخطيط الذكي من قبل قيادة العمليات بشكل مشترك، استطاعت أن تحقق إنجاز في هذا اليوم. طيب دعني أن أرحب بالسيد مصطفى العوادي رئيس أركان قيادة عمليات نينوى والحشد الشعبي، ينضم معنا عبر الهاتف. أنا بك أستاذ مصطفى، حدثنا عن التخطيط والإشراف والمتابعة اللي قامت به هذه الأجهزة الأمنية في النسخة الثامنة من هذه العمليات، واللي يعني قضت على العديد من عناصر تنظيمات الإرهابية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة انطلقت عمليات واسعة اليوم في صباح اليوم بالتنسيق والتعاون مع قطاعات الجيش العراقي من قيادة عمليات نينوى الحيز الشعبي وقيادة عمليات الجيش في نينوى وغرب نينوى. حقيقة هناك 9 محاور انطلقت في مختلف قواطع العمليات، والحمد لله هناك نتائج جيدة في أغلب القواطع، وهناك تدمير كافة المضافات الموجودة في عمق الصحراء، والحمد لله رب العالمين. اليوم اختتمت الصفحة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة، وبالتالي الحيز الشعبي اليوم يقوم بعمليات نوعية في محافظة نينوى
وجزيرة البعاد والحضر وكذلك المناطق الأخرى. اليوم الحشد الشعبي لديه تنسيق عالي ما بين القطاعات الأمنية المتواجدة وكافة الوكالات الأمنية في هذه المحافظة، وكذلك لدينا تنسيق وتعاون كبير مع المواطن، وهذه هذا التعاون هو سبب نجاح الخطة الأمنية في محافظة نينوى. يعني لما نتحدث عن المراحل الاولى اللي كانت انه المرحله الاولى من العمليه جرت من 28 30 اذار من العام الماضي وانتهت بتدمير 19 وكر وقضى على عده انفاق تصل الى 6 أو 7 انفاق وضبط كميه كبيره من ابوات الناسفه، واليوم هذه النسخه تم الوصول فيها الى النسخه الثامنه من الاراده الصلبه. طيب هنا راح نتحدث عن الامكانات والمهارات اللي تم الوصول اليها مقارنة بعدة مراحل. نعم، هي عمليات نوعية وعلى شكل صفحات في مختلف القواطع. اليوم قيادة العمليات بالحشد الشعبي وبالتنسيق والتعاون مع الإخوان في الجيش العراقي من قيادة العمليات نينوى وغرب نينوى في كافة القواطع وضعت آلية لتفتيش هذه المناطق وتدمير كافة الأنفاق التي ممكن استخدمها داعش في الأيام المستقبل القريب. بالتالي هذه المناطق هي مناطق وعرة جدا ويستخدمها التنظيم كملاجئ وكهوف لتخطيط والسيطرة على بعض المناطق القريبة من الحدود الفاصلة ما بين صلاح الدين والأنبار باعتبارها نهايات سائبة. والحمد لله هذه العمليات المستمرة والصفحات المتتالية تمكن القوات الأمنية و الحشد الشعبي من السيطرة على هذه المناطق وطرد الزمر الإرهابية والقضاء على هذه السلول بعمق الصحراء. أشكرك شكرا جزيلا سيد مصطفى العواد رئيس أركان قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، ومباشرة حضرتك دكتور محمد العقيل يتحدث عن المناطق الحدودية وأيضا اليوم نشاهد بين العراق وسوريا، وخلينا أيضا نحكي على الارتدادات لبعض الدول اللي فتحت منافذ لدخول داعش. اليوم اكو ارتدادات داخل هذه الدول، نعني بها انفجارات في تركيا، انفجار ثاني، وبالتالي هذه الارتدادات راح تستمر بما انهم فتحوا ابوابا على العراق. يعني بعد عام 2003 الحدود العراقيه السوريه فتحت باب جهنم على العراق من حيث تدفق الجماعات الارهابيه عبر الحدود العراقيه السوريه الى داخل العمق العراقي، يعني منذ بواكير التحركات لهذه الجماعات الإرهابية القاعدة ومن ثم داعش. الحكومة العراقية بواسطة قيادة قوات الحدود وكذلك العمليات المشتركة وباقي القطاعات العسكرية هي اهتمت كثيرا يعني بالحدود العراقية السورية، وكذلك لا ننسى جهد قوات الحشد الشعبي وكذلك قيادة قوات مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة الحدودية أحكمت السيطرة حسب معلوماتي من حيث يعني تحصين الحدود العراقية السورية من حيث عدة سواتر ومن حيث عدة يعني عوائق سلكية وعوائق يعني بواسطة يعني مصدات تكنولوجية وكذلك عبر الكاميرات الحرارية والمراقبة المستمرة بواسطة الطائرات والجهد الاستخباري البشري على طول الحدود العراقية السورية. باعتقادي الحدود العراقية السورية مؤمنة يعني تماما، وأن لأنه جهد الحكومة سلط على هذه الحدود، لكن من الممكن أن تكون هناك يعني بعض الخروقات في بعض الشريط الحدودي لبعض الدول المجاورة الأخرى. القضية التي تفضلت بها أن بعض الدول التي كانت تغذي وترعى الجماعات الإرهابية التي شنت هجمات إرهابية ضد العراق والعراقيين وراحت أرواح يعني كبيرة وكثيرة من العراقيين نتيجة العمليات الإرهابية، الآن هناك ارتدادات وهذه الارتدادات يعني قوية وفي العمق، يعني الانفجار منطقة التقسيم وكذلك منطقة الفاتح داخل العاصمة اسطنبول، أنا أعتقد هذا ينذر بأن سوف تكون هناك يعني لربما هجمات أخرى في مناطق أخرى تركية، لأن هذه الجماعات الإرهابية عندما يعني سيطرت عليها القوات العراقية وحتى القوات السورية في داخل الأراضي السورية لن تجد لها مكانات يعني في هذين البلدين عدا المناطق التي هي خارج سيطرة الحكومة السورية وتسيطر عليها قوات قسد، ومن ثم هناك منطقة أخرى
تسيطر عليها القوات التركية عند الحدود السورية التركية. فبالتالي تذهب هذه الجماعات إلى داخل العمق التركي لأن تضارب المصالح. وكذلك هناك جانب آخر حزب العمال الكردستاني الذي هو مناوئ إلى الحكومة التركية. بالتالي الحكومة التركية الآن هي تدافع عن وضعها الداخلي، تريد أن تسيطر على حركة هذه الجماعات الإرهابية، لكن باعتقادي هي سوف يعني تذهب باتجاه أعمال أخرى وتنشط أكثر. نعم. اسمح لي دكتور، خليني أقاطع كذا، اسمح دقيقة الأخيرة منحة للسيد الخزعلي. أستاذ هيثم، نتحدث عن الحكومة العراقية الحالية اللي منحت الجانب الأمني أولوية من ضمن أولوياتها الرئيسية لإعادة هيبة الدولة، تعزيز التنسيق بين القوات المشتركة، إعادة الثقة للأجهزة الأمنية، هكذا عمليات وتحقيق منجزات بها تصب في تحقيق هذه الأولوية؟ طبعا أعتقد أنه الأمن القومي لأي دولة هو يأخذ الأولوية الأولى في حساباتها قبل أي شيء آخر. بالتالي إعادة هيبة الأجهزة الأمنية، إجراء بعض التغييرات في بعض القيادات، إعادة بعض الشخصيات الكفوة إلى العمل، أعتقد أن هذه الإجراءات الأخيرة ربما سوف تساهم في تحسين وضع القوات والأجهزة الأمنية. لكن الأهم من هذا أن يكون ويشعر رجل القانون بأنه مدعوم بسلطة الدولة والحكومة، وأنه في إنفاذ القانون يوجد هناك من يحميه ويدعمه، لا أن يكون متخوفا أو متغددا من إنفاذ القانون تجاه مواطن أو تجاه متظاهر أو تجاه شخص عادي أو اتجاه حزب أو كتلة. لابد أن يكون رجل القانون يمثل القانون والقانون فوق الجميع. أشكرك شكرا جزيلا سيد هيثم الخزعلي، عضو شبكة هدف التحليل السياسي، وشكري موصول لحضرتك الدكتور محمد العقيلي المحلل السياسي والسياسي المستقل. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في الغد يتجدد اللقاء بإذن الله. في أمان الله.